ده تصور، ده تصور للمنطقه لما تتعمل قناه طبع العريش عشان الناس تتخيل على جانبي القناه. يعني نتصور ان شمال سيناء هيبقى بالشكل ده بالظبط كده. يعني حضرتك السياحه في مصر، نقيب مرشدين السياحيين العرب قال ايه؟ ان السياحه في مصر هتتضاعف 6 مرات بعد قناه طبع العريش. يعني احنا أضعاف. 15 مليون نوصل ل 90 مليون. يعني انت اللي بيشتغل في السياحه تقريبا زي ما حضرتك بتقول 8 ل 10 مليون بيشتغلوا في هذا القطاع، يبقى 60 مليون هيضاعف لهم. موجود قدامي على الخريطه ربط القريه بالممر الملاحي. ايوه قريه ايه؟ قريه سياحيه. قريه سياحيه، ما انت هتبقى على جانبي المشروع، في جزء على جانبي المشروع مصانع، وفي جزء هيبقى قرى سياحيه. نركز دول نرجع استاذ شويه سياحية. خلينا يعني شويه احنا حاطين تصور ايه اللي ممكن يحصل. لان تخيل لما يبقى في قريه سياحيه زي كده، احنا بنستغل الطبيعه الجبليه، ما بنفكر بطريقه جديده ان احنا مش لازم نضرب راسنا في الصخر، لا احنا بنستغل الصخر الصعب ده في ايجاد بيئه سياحيه. باشمهندس في حد هيقول لي طب ده كله عايز فلوس قد ايه؟ هتجيب المليارات دي منين؟ ما هو الميزه الرئيسيه بقى في المشروع ده، بقول ده هديه ربنا سبحانه وتعالى لشعب مصر، ان المنتجات اللي طالعه قبل حضرتك ما بتشتغل بتاخد فلوس، بتدخل خزانه. يعني هو مشروع هيمول نفسه. هيمول نفسه، بل بالعكس بيمول الخزانه المصريه. ده داخل القناه نفسها؟ ده داخل القناه. انت بتتخيل يعني هنا انك هتعمل خليج صغير من القناه، بحيث ان ده يبقى فيه قرى سياحيه، يجي السياح يستمتعوا بهذه المناطق الجميله اللي في سيناء، وسيناء مليانه مناطق جبليه جميله جدا، تمام؟ بحيث ان ده نقدر نستفيد ونعمل دخل. تخيل لما يكون مثلا في اكتر من 30 40 قريه، فرص العمل قد ايه طول العمر؟ تستوعب كم قريه سياحيه لا مثلا؟ ده ما بقول لحضرتك 231 كيلو يبقى رقم كيلو كبير. رقم كبير، يعني كيلو واحد بس في التنميه زي ما بنقول، الكيلو ده ممكن يشيل عده الاف. يعني شوف يعني المشهد ده قدامنا بالتخيل، لما قناه طبع العريش تتعمل الناس تشوف بلدها بالشكل ده. فكروا ان احنا في اسبانيا. انا ليا ملاحظه، ليس بالضروره ان تنتهي القناه، مجرد ما نحفر كيلو واحد، تخيل هذا الكيلو أصبح خليج داخل الصحراء بينمو عليه مجتمع جديد. يعني المشروع ده مش بالضرورة ان احنا نحسبه تكلف قد ايه، ده مجرد بدايته فقط هيحصل بيخلق حياة جديدة. تخيل خليج صناعي لعرض كيلو او اتنين، ما انت كل ما بتحفر بتخش في الصحراء. هيتولد عنده قرى ويتولد عنده، يعني خلال العمل نفسه طبعا بيبقى موجود قرى سياحية طبعا. يعني جميع المجالات، هو سواء في التعمير، سواء في التعدين، في الصناعة، في البحر، في مراكز العلوم الجديدة. بس باشمهندس هيبقى في حاجة يمكن بقى هنا ست اللي طلعت هيقول لنا، يعني هل إسرائيل هتسمح لنا والمجتمع الدولي إننا نعمل ده على أراضينا؟ السؤال يبدو ملوش لازمة لكنه مهم. هو المشكلة أعتقد أن يعني الدكتور اتكلم عليها، اللي هي عبقرية المكان أو الموقع، أن هذا الموقع فعلا بيدينا مزايا وفي نفس الوقت بيحطنا قدام تحديات أو مخاطر. ولا شك أن وجود القناة بيدي هذا الاحتمال أيضا، ولذلك فإحنا وإحنا بنعمله لابد أن نكون مجهزين نفسنا للدفاع عنه عند الضرورة، لأنه ممكن يكون مطمع للغير، سواء مطمع بانه يعطله او بانه هو يسيبك تعمله وبعدين يحتله مثلا. يعني بس هو لو اتعمل هيبقى، يعني انا بتكلم على اسرائيل، اسرائيل هيبقى في عندها مانع مائي بينها وبين مصر وبين سيناء مثلا. يعني هو يعمل مصانع اسمنت مثلا، واضح كده طبعا العالم كله محتاج اسمنت، واوروبا تحديدا يعني. هو يعني احنا محتاجين، يعني واحنا بنفكر واحنا بننفذ بنفكر في اساليب للدفاع، وهي يعني برضه مش اختراع، يعني الوسائل معروفه، ومنها الردع، ومنها الدفاع عادي، ومنها استخدام سكان سيناء وتجهيزها. ده المشروع زي ده يعني يوطن كم مليون واحد هناك؟ هنا بقى أنا يعني المرحله الاولى من 3 ل 4 مليون فرصه تعمل. ده كمان الزراعه هي يعني حضرتك برضه مدن اقتصادية. المرحلة الأولى اللي هي لمدة كام سنة؟ من 5 لـ7. من 5 لـ7 اللي هي هيتبني فيها منطقة المصانع زي ما كنا بنشوف مصانع الأسمنت. ودي مصانع إيه بقى؟ دي بقى المدن الاقتصادية اللي بتخدم المصانع، المدن اللي حوالين المصانع دي كلها، تمام؟ لأنك أنت هيبقى عندك أكبر منطقة تصنيع مواد بناء في العالم، لأن الكميات اللي طالعة تكفي. زي ما قلت لحضرتك إحنا درسنا مواد البناء، لقينا الإنتاج العالمي السنوي 4 مليار و2 من 10 مليون طن اسمنت.
الصين لوحدها بتنتج مليار و 250. انا عايز ارجع شويه لان في حاجه عن ان كمان الطاقه الشمسيه ايوه يعني ان المشروع الرئيسي برضو هنا يعني بس هنسلسل معلومات عشان المشاهد معانا احنا بنقول ان مصر هتبقى اكبر مصنع لمواد البناء في العالم ده بعد تم دراسه سوق المواد البناء العالمي وان احنا ننشر لاولادنا المصانع دي كلها هتشتغل بالطاقه الشمسيه لان مصر سينا بالذات من اكبر المناطق اللي فيها شده استضاءه شمسيه وغير مستغله واحنا عايزين يمكن هذا المشروع هيتيح لنا ان مصر تبقى من الدول المصدره للطاقه بعد دخول هذا المشروع خصوصا الطاقه الشمسيه المتجدده. فطبعا احنا في موضوع الطاقه الشمسيه المغرب سبقت والالمان جم يعملوا معانا عروض هنا، هذا المشروع هيشجع الاستثمار ناها السياحه في مصر ان جميع القطاعات تشتغل الصناعه اللي بيخدم قطاع السياحه اكتر من 28 قطاع سواء الاسكان سواء الانشاءات سواء المفروشات كل القطاعات كل القطاعات فكنا انك انت تخلي ده هذا الممر من اكبر الممرات السياحيه في العالم هنا بترجع سينا دي زي ما قلت الشبر فيها هيبقى بالجنيه فبيقولوا بالدولار قلت لهم لا الدولار دلوقتي راكب الجنيه لان احنا الـ في عجز في ميزان المدفوعات انما مجرد المشروع ده يشتغل 3 4 سنين هذا المشروع بالفكر